النهارده بنشوف لعيبه مثلا زي عمرو السوليه، ده واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من قاده منتخب مصر، النهارده موجود على مقاعد البدلاء عمرو السوليه، واحنا بنفهم ده جدا ان اللعيب يبقى قالب وشه او متضايق. عمرو السوليه النهارده نازل عادي جدا، ما فيش اي مشاكل. غيره كمان حمدي فتحي لما بيقعد ما عندوش مشكله، قفشه نفسه ما عندوش مشكله، ما فيش لعيب عنده مشكله. احمد قندوس النهارده واحد من اللعيبه الصفقات الجديده، وده يمكن يكون بقى مختلف شويه عن البيئه بتاعه الكره المصريه، فالراجل يبقى متحفز اكتر انه يلعب اكتر وبتاع، ما بياخدش اوقات كتير قوي، بس مع ذلك النهارده نزل كان واحد من افضل اللعيبه في الملعب. هو افضل تغيير عمد يعني بالزبط. اكتر واحد قدم مردود بعديه قفشه وفنيا عالي قوي قوي يعني احمد قندوس الحقيقه مميز جدا يعني. فانا عايز اكلمك في حته ازاي ممكن يكون لمدير فني تاثير نفسي على اللاعبين في انه يتعامل معاهم نفسيا بالشكل ده، فيخليك تبقى قاعد بره وانت مبسوط وانت في الملعب مبسوط. طيب مبدئيا انا بحب السؤال ده جدا يا اخي، انا بحبك جدا. لا والله بجد، لان ده سؤال انا بحب لما نيجي نتكلم. فكره التحليل هي فكره ايه يعني، ليه ده بيحصل مش ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل ده احنا شفنا زي ما انت قلت، شفنا ان اللعيبه نازله مبسوطه، لكن ليه ده بيحصل؟ ده حتى لما تيجي تقول والله الفريق ده كسب عشان سيطر على نص الملعب، انت دورك كمحلل انك تقول ليه سيطر على نص الملعب. صحيح. مش انه سيطر على نص الملعب. دي نقطه، فانا يعني انا عاجبني السؤال فهجاوب عليه، بس انا عايز اقول بيحييك يعني، عايز اقول استطراد بسيط. بس انا لا، انا بقول كل ده عشان هرجع للسؤال، عايز اقول استطراد بسيط لان انا غلطت، قلت ان قدوسي لعب مباراه الرجاء، هو لعب مباراه بيراميدز كاساسي في السوبر، هي بس من ضمن المباريات الاخيره، فانا اختلط عليها الامر. هو بدا مباراه بيراميدز كاساسي، وده كنا بندلل بيه ان الراجل بيشرك اي حد في اي مباراه مهما كانت قيمتها، لان هو بالنسبه له كل اللعيبه اساسيه. نرجع بقى للسؤال بتاعك، ان هو ليه، ازاي المدير الفني يقدر يتعامل نفسيا مع اللاعبين. هو جزء كبير جدا من الناس عندها خلط في دور المدير الفني، وده راجع لان الناس بدات تتعامل مع الكوره اكنها الالعاب الالكترونيه، ان هو انت ترص اي 11 لعيب هيجروا وهيلعبوا وهيادوك كل اللي انت عايزه. لكن لا، جزء كبير من دور المدير الفني هو التعامل النفسي مع اللعيبه، تطوير اداء اللعيبه. كل اللي عمار قاله في تطور فلان وعلان وحسين الشحات توب فورم وكهربا توب فورم وبيرسي تاو بيأدي مع الراجل ده اللي ما ادهوش مع ابن بلده موسيماني، ومش عارف محمد شريف بينزل كاساسي بيسجل اهداف وهو هداف الفريق في عز تألق كهربا. النهارده بنشوف ياسر ابراهيم جنب محمود متولي ومحمد عبد المنعم بره كلين شيت، علي معلول بيكمل، محمد هاني بيزيد. كل اللي انت بتحكي فيه ده من صميم عمل المدير الفني، وهي فكره ان انا مش عايز 12 13 14 لعيب جاهز انا هرصهم واديهم تعليمات. لا، ده مش دور المدير الفني. دور المدير الفني هو تطوير اللعيبه فرديا، دور المدير الفني هو تجهيز اللعيبه نفسيا وتهيئتهم نفسيا عشان يتقبلوا قراراته، دور المدير الفني هو اقناع اللعيبه بالادوار اللي هم بيقدموها، دور المدير الفني هو ايجاد نظام تكتيكي يداري على عيوب لاعبيه ويبرز نقاط قوتهم. دي ادوار المدير الفني. لكن عشان اجيب مدير فني يرص لي اي 11 لاعب، اصل انا ما عنديش، اصل اللعيبه مستواها، امال انت، انا جاي لك تمام، طب ما اي حد هيرص ال 11 دول. هل انا مثلا محتاج ان انا اعلم لاعب وسط منتخب مصر انه يلعب خط وسط؟ لا، ما هو عارف ان هو بيلعب خط وسط، بس انت دور بصمتك ايه عليه بالظبط. عشان كده حمدي فتحي دلوقتي مش حمدي فتحي السنين اللي فاتت. صحيح. حمدي، وبرده عشان يبقى كل الذي حق حقه، ما هو موسيماني اللي حط حمدي فتحي ما بين قلبين الدفاع في مباراه الترجي من سنتين. صح. وكانت اضافه لحمدي فتحي، فدي كانت بصمه، زي ما هتروح على كريستيان جروس اللي عمل عبد الله جمعه. فين عبد الله جمعه بعد كريستيان جروس؟ مش موجود. فكل مدير فني عنده بصمه على اللعيبه بتاعته، كل مدير فني كبير وبتفضل باسمه على فكره. بالظبط، لان احنا زي ما هو من 3 سنين وفاكرين عبد الله جمعه وجروس مثلا. صح. مثلا موسيماني مشي وفاكرين موسيماني وحمدي فتحي، كيروش مشي فاكرين كيروش وعبد المنعم. فكل مدرب من ادواره هو التطوير الفردي للعيبه، الفردي يعني اللعيب يبقى مستواه هنا انا اطوره هنا. طب انا طورته هنا ازاي؟ بحاجتين، حطيته في منظومه تبرز مزاياه وتقلل من عيوبه، وفي نفس الوقت قدرت اتعامل معاه انديفيديوال لوحده، تدريبات تخصصيه وتعليمات تخصصيه وعامله نفسيه. الجزء بقى اللي انت اتكلمت فيه، ان ده كله من صميم المدير من صميم عمل المدير الفني، ان لما يبقى عندي 3 لعيبه نازلين في التشكيل في التغييره اللي انت اتكلمت عليها، عمرو السوليه ده لعيب اساسي اصلا في منتخب مصر وفي النادي الاهلي ومن كباتن الفرقه، مجدي قفشه واحد من نجوم الفرقه واحد صاحب اغلى اهداف في تاريخ النادي الاهلي، قندوسي ده لعيب جاي محترف بالدولار وجاي نجم فرقته ولعيب كبير قوي على فكره، انا من الناس اللي بحب قندوسي جدا وشايف ان هو لعيب كورته عاليه جدا وفكره عالي جدا والبروسيس عنده يعني اعتقد ان الحكم اكتر على قندوسي بقى الموسم الجاي بالظبط بالظبط مع مدرب زي كولر بالذات. فالثلاث لعيبه اللي نازلين دول حدش فيهم نازل قلب وشه، بالعكس نازلين عندهم رغبه زي ما عماره بيقول اديني كوره انا عايز، فاديني كوره ويلعب. بالمناسبه قفشه كان نازل بديل في مباراه الترجي مع عبد القادر اللي كان نازل بديل في مباراه الترجي مع عمرو السوليه في مباراه الترجي، الثلاثه اللي عملوا احسن هجمه للاهلي في البطوله كلها ما جاتش جول.
وفي الدقيقه كام؟ في الدقيقه 87 دي 87 احسن هجمه للاهلي في البطوله كلها، وعبد القادر ما قدرش ينهيها بهدف. بس ده يقول لك قد ايه اللعيبه دي نازله مركزه، اللعيبه دي نازله عايشه الجيم، الكلمه الكليشيه اللي كان بيتقال زمان اللعيب قاعد على الدكه عايش المباراه. ده جزء كبير من كبير جدا منه المدير الفني. طيب احنا ليه عمالين نقول المدير الفني المدير الفني المدير الفني؟ لان بمنتهى البساطه المعادله لم يدخل فيها متغير الا المدير الفني. هي هي نفس الاداره، هم هم نفس اللعيبه، هو هو نفس الملعب، هم هم هي نفس كل حاجه، لكن في النهايه هم هم حتى نفس المنافسين، لكن اللي اتغير هذا الرجل، فبالتالي لازم ياخد حقه، لان هو واحد من افضل المدربين اللي دخلوا مصر في الفتره الاخيره ويحتاج ان هو ياخد الكريدت. هل بقى معنى كده ان احنا ان هو مش هيغلط؟ عادي وارد جدا ان هو يغلط، وهنقول انه غلط، هنقول بس لما يغلط هنقول ان هو غلط، ونتمنى ان هو ما يغلطش في مباراتين الوداد، يغلط في اي حته تاني بس عدي المباراتين دول. فانا بشوف ان هو جزء كبير جدا من صميم عمل المدير الفني بيمارسه مارسيل كولر، بما فيها النقطه اللي انت اتكلمت فيها واللي اتكلمنا فيها حتى واشرنا ان ديانج لما بيقعد ما بيبقاش مقريف، رغم ان هو كان جوهره الاهلي في وسط طبعا. الملعب، لكن لما جاله مروان عطيه هو متقبل ومروان بيأدي، فده دور مدير فني. معلش انا هعلق بس على النقطه بتاعت عمر دي عشان النقطه مهمه جدا كمان في فكره اللي احنا بنتكلم على فكره ذكاء مارسيل كولر، هي جايه منين؟ ليه بنقول عليه هو مدرب ذكي جدا، قدر يتعامل مع موسم النادي الاهلي وسائل على الاهلي وعارف كل توابع الموسم الماضي، فعشان كده ابتدى يدير المرحله بشكل رائع، فعشان كده قلنا رجل المرحله حاليا مارسيل كولر بالذكاء بتاعه. بص كده على اول مباراه لعبها مارسيل كولر مع النادي الاهلي، هتلاقي لعب 4-2-3-1 بمهاجم بلعيب تحت راس الحربه كان برونو سافيو هو اللي كان بيلعب، بشادي حسين الصفقه الجديده، الراجل ادى فرصه لكل مباراه الاتحاد المونستيري بالمناسبه الاتحاد المونستيري في تونس وما عملش التغييرات الثوريه بتاعته، برافو عليك يا عمر، التغييرات اللي هو عايز يلعبها او طريقه اللعب اللي هو عايز يطبقها من اول يوم، مع انه جاي بقى خلاص هي فتره بقى متمكن من امكانياته واحده ابتديت تشوف تدريجيا مع طاهر كان لعيب اساسي، كريم فؤاد كان لعيب اساسي، كل دي اللعيبه دلوقتي كان توفيق كان لعيب اساسي كل دول فيهم يعني شويه ابتدى الراجل لحد ما وصل لاواخر ديسمبر كده ابتديت تشوف ال 4-3-3 بفكر مارسيل كولر، جابها لك تدريجيا، ودي اداره رائعه من مارسيل كولر في فكره اداره الموسم، هو عارف التوابع دي وعارف ان القايمه بتاعته طويله والموسم مضغوط وعنده كذا كذا كذا. النقطه الثانيه بقى لما دخل كاس العالم انديه وابتدى يعمل الفكر الهجومي بتاعه، انا بلاعب اي حد هلعب بنفس الفكر، انا النادي الاهلي فهنزل هاجم ريال مدريد وانزل هاجم فلامينجو وانزل وهاجم اي حد. خسر في في في, في قدام ريال مدريد وفلامينجو في كاس العالم، رغم ان كلنا اشدنا بالاداء الهجومي للنادي الاهلي بس ما كانش فيه توازن شويه. خسر مباراه الهلال، خسر سان داونز، راجل غير قناعات ولا لا؟ هي دي النقطه، هو ده المدرب الكبير على فكره، راجل بيغلط وبيعترف ان هو غلط او بيطور من طريقته او بيطور من اسلوبه عشان يوصل للتكامل اللي هو عايزه، مش مجرد عنده فكر معين انا هفضل العب بيه طول الموسم ايا كانت المعطيات، لا. وده المدرب يجيب بطوله، عشان كده من اول اختبار قدام الزمالك في السوبر والراجل كان ما بقالوش 3 4 مباريات تقدر تشوف ده مدرب بيعرف يجيب البطوله، عارف كويس قوي ان هو جاي شخصيه فريق ما بيفرطش في اي بطوله، سوبر كاس دوري افريقيا كله عنده واحد، فنازل ياخد البطولات دي، فابتدى يعتمد على هذا الاساس، وفي الاخر لعيبه الاهلي بقت شاربه من النقطه دي. النقطه معلش الثانيه كمان في الحته النفسيه اللي انت بتتكلم عليها، كولر بقى عنده رصيد اكبر من كل لعيبه الاهلي، فدي نقطه بتخليه اقوى من اي عنصر صحيح. في المنظومه كلها، فاللعيب اللي هيقلب وشه يعني هو اللي هيخسر خلاص، هو بقى رهان كسبان بالذكاء بقى عمل. الذكاء ان هو ما بيوصلش لنقطه الصدام دي طبعا يعني هو ذكائه اكتر بقى يعني ذكاء على الذكاء انه ما وصلش مع اي لاعب لنقطه الصدام اللي هو ايه طب انا وانت والجمهور يختار ده العكس دليل على كلام عمر العكس. لقطته مع عبد القادر كان هو الطرف الاقوى وكان ممكن ياخد اي حاجه لعيبه في ثاني ماتش مع ثاني مباراه على طول لما الموضوع لما اتكلم حتى في الموضوع متوقع وعادي لما الموضوع عشان انه ايه المباراه هو كسبان وكسبان بسكور كبير واللعيب هو اللي غلطان الجمهور نفسه كان غاضب بالظبط لا واللعيب هو اللي غلطان باين قوي ان هو غلط فج والسكور كبير يعني حتى اللعيب ما عملهاش في وقت الراجل لا 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 ده كسبان وبسكور كبير وصاعد والدنيا جميله ومع ذلك لم الامور ولعبه ثاني مباراه اساسي واللعيب لما غاب للاصابه رجع لعب وبيلعب النهارده وبيتالق وبيحرز هدف فهو من ذكائه انه حتى ما وصلهاش لنقطه الصدام دي فبقى عنده ثقل في التعامل مع اللعيبه وده يعني خلينا نقول برضو ان احنا بنتكلم في شيء بديهيات في كره القدم العالميه لكن احنا بنشيد بيها هنا لان احنا عايزين تبقى ده الطبيعي بتاعنا صحيح. سواء مع مدرب